مقضي الحضور الكريم في هذا الحفل الذي من خلاله بزغ فجر الجمعية الجديدة داخل تراب جماعتنا، ألا وهي جمعية آفاق للبيئة والتنمية. وأول ما نبدأ به هذا الحفل هي آيات بينات من الذكر الحكيم بصوت قارئ سمير. الشيطان الرجيم. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون يوم تقلب وجوههم في النار يقولون. الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الحضور الكريم، أصالة عن نفسي ونيابة عن كافة أعضاء الجمعية، أرحب بكم في هذا الحفل الافتتاحي الكريم الذي اخترنا له شعار جميعا من اجل مستقبل افضل. وقبل ان نبدا فقرات هذا الحفل ارتأينا ان نقدم لكم من ليس ديالها هي جمعيه اجتماعيه اقل ما يقال عنها عفوا كنا كنهضروا على انعدام شروط الحياه الأمين العام يوسف بن عباس النائب ديالو كما باب الخيرات المستشارين كاين حمادي أيمن تعذر عليه الحضور رغم أنه كان معنا توا في الاستعداد لهذا الحفل ولكن الأب ديالو توا في الناس اللي غادي يشمل تخاشت هذا غير ناس ما يكونوش كيديروا السمسارات الانتخابات، حنا جايين كجمعية باغيين نخدموا، ما عندوش أهداف سياسية، بغينا نبقاو مستقلين، لهذا غادي نشوفوا الناس جوج منظمة، عطيونا لا أدوار جابير جيل، وخا كان يعني واحد التشتت وكل واحد كيقول لك راه يد واحدة راه ما كتصفق، شحال من واحد باغي المديرة ولكن حنا درناها. ولكن ودرنا جمع عام ما بغيناش نعيطوا على الناس كلشي لان صعيب باش ندير تغطيه لواحد الشهر كامل. المكتب ها هو مازال باقي كاين الناس اللي مازال ما معلومينش لحد الان، راه انتم تبارك الله راه فيكم الكفايه تعلموا الناس وتشوفوا جوج من الزنقه وحماريه حتى هي غادي نشوفوا لها جوج من الزنقه يعني الحماريه راه ما كان ما مفروقاش على دوار الشهر، حنا دوار الشهر حماريه راه واحده يكونوا جوج من الزنقه، حنا غادي نعطيو المعايير اللي بغينا فهاد جوج الناس اللي من الزنقه ولكن الناس ديالهم تختار. انا غادي غادي نستافد دوار الحجره نستافد راه السلطه عطاتو 100 متر نهار الحظ حولاتو من مصر عطاتو 100 متر عطات 100 متر كل واحد راه عنده الاستفاده ديالو عنده البقعه ديالو راه غير التداول ديال القياد ديال لو كان باقي البرمجي باقي معنا مثلا غادي يقول هو غادي يقول الحقيقه كون باقي عبد الوزاني العامل ديال المحمديه غادي يقول هو الحقيقه غادي يقول الحقيقه هاد الناس حنا حولناهم عطيناهم 100 متر ديالهم هاد الناس ما بقاوش يطلبوا مثلا بقعه ولا طبل عندهم ولكن التداول ديال القيام ديال هذا كيجيب واحد القيمه كيعرف كاع شكون دوله فين كنتي ولا شنو هو دوار العشره
ولكن بالواسطه ديال هاد الشباب ان شاء الله كنطلبوا يحيوا هاد الشيء اللي مضى، يحيوا ان شاء الله وحنا معاهم نوقفوا معاهم ان شاء الله حتى يحيى هاد الشيء وحتى يكون دوار الحجر اللي فيها الشيء، لان حنا كنا باغي هاد كنشكروا الاخوان على المجهود الجبار على تنظيم هذا الجمع هذا، كنشكروا الحاضرين. الكلمه ديالي هو كيشمل واحد النصيحه لكم وللاخوان الاعضاء ديال الجمعيه، فقول الله سبحانه وتعالى: كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، يعني خير امه اخرجت للناس الشرط ديالها انها تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ومن بين المنكر هو الواقع اللي كنعيشوا فيه، وهذه مجرد وسيله لتغيير هذا المنكر. فبالتالي نصيحه للاخوان انهم يتحلوا بالسبت الامانه والنزاهه. شوفوا السادات، الجمعيه كلكم زوينين، خاصكم توقفوا في العمل، وهذا المنتظر سيد ربي الله يسهل الامر. احنا شي اليوم مجموعين وقدر عضو شي بركه فوق وشي على الخطوه. خاصكم تبارك الله يكون عوين، لا عاوننا ووقفنا بس حاجه ما تضرش، كانوا طيحوا. الله يزاديكم كلكم، والله يخليكم كلكم، وربي يخلصكم الى ما يوقفكم شي بالعمل، والسلام عليكم. كنشكر الفقير على الكلمه ديالو، الله اكبر. كنشكر الاخوان ديال الجمعيه، ولهذا راه الناس اكفاء وتيبين لك كيحبوا مزيان. وخاص كل شيء الحضور يتعاون شي واللي حاضر يقول للغيب زين. وواحد النصيحه هادشي راه بحكم التجربه اللي دزنا فيه، حيدوا الهضره، راه ديك الهضره هي اللي كتكتب الجمعيات، كتكتب كاع الناس اللي كيتحركوا في الدار، ولا اللي كاع كيصوبوا الضوء ولا يصوبوا الماء، شي يقول شي بحال هكا ويقولوا بالاخر، شي يقول شي كفار، شي يقول دار مسلم، شي يقول هذا هو اللي خاصو يتحيد. نتعاونوا ونشوفوا ديما القدام، ماشي نتصوروا. راه دابا حنا كانت عندنا جمعيه رياضيه ديال كره الطائره. صافي واخا. راه تقريبا 30 عام. اش كنقولوا تحلوا بصدره، كيديروا كيبلوا راه كفاره وسياسه ومكارمه، حيدنا حنا ما كاينش البديل، فين هو البديل؟ اسيدي شحال ندير ليه غير عمر كره الطائره ما دازت هنا فعلا، لهذا ما خصناش نطيحوا في هذا المنفذ، هذه الجمعيه نتعاونوا معها بالقليل حتى لما قيسوا في التعاون نتعاونوا بالصمت، ما نهضروش فيهم، والله يعاونهم والله يوفقهم. اما بالنسبه للصوار، هذوك الصوار راه غنيه عن كل شيء، كيعرفوا كل شيء، هما برا وجاي الحاجون شنيبا وكذا ودراري صغار كيما مقروسين، يعني هذا خاصنا حتى حنا نتعاونوا مع السلطات، راه هما كيجمعوا راهو في التامين. وكتحنا في يدينا الحب الاماكن اللي مديوره ليها، راه كاين اللي يلوحوا الارض انا كنشوفهم كيتلابسوا هكا وهكا وتيلوحوا، خاصنا حتى حنا نتعاونوا مع الوسط ونتعاونوا مع الناس. وشكرا وسمعوا لي.